في الشتاء بدأت ايه تكسر البنية الاساسية المدنية فين؟ مظبوط. في اوكرانيا محطات الكهرباء محطات الوقود. بص على اللوحة الثانية يوم 6/12، لا اللوحة الثانية من فضلك، 6/12 يعني الشهر في ديسمبر ده ايه ده في عيد الكريسماس، سلزينكي يقول لك انا عندي 9 مليون ما عندهمش كهرباء خالص، البلد كلها مضلمة، ولما الكهرباء بتتضرب جنبيها ايه المية ما بتشتغلش بالكهرباء. وتعالى شوف في كييف العاصمة نازلة فيها التلج. اذا كانت ضربة قوية في هذه الفترة. اللوحة التانية تقول لك كل ده من الانترنت، المصدر بلومبرج، لا اللوحة التانية من فضلك بلومبرج اللي هي طبعا اللي بتحط لنا كل التعريفات الاقتصادية في العالم. الاقتصاد الاوكراني خسر ايه في الحرب دي؟ في المساكن 54 مليار، المواصلات 35 مليار اللي هي بقى هم ضربوا بقى الكباري والطرق والمحطات المترو والسكة الحديد، الصناعة، التعليم، الطاقة يعني والزراعة اتبهدلت اوكرانيا في هذه الحرب. النهاردة بنسمع كلنا بخمت. بخمت دي هنشوفها في الصورة عبارة عن منطقة مدينة، هم النهاردة وصلوا لحد دلوقتي على 3 كيلو من حدود بخمت. ممكن على بكرة تسقط، ممكن تقعد شهر ما تسقطش، ده قتال مدن احنا قلنا عليها. واللي بيحارب هنا مين بقى؟ فاجنر. هنا بقى دخول فاجنر يبدو ان عمل ازعاج شديد للغرب. طبعا. ليه؟ ايه فاجنر دي؟ الناس بتسمع فاجنر. فاجنر دي يا حمدي هي مجموعة خاصة مش من الجيش الروسي. المفروض في التعريفها مرتزقة، ميرسيناريز زي ما بتقال بالانجليزي. فاجنر دي بتحارب النهارده هنا، وبتحارب في ليبيا، وبتحارب في الشمال او الشرق او الغرب. يعني دي مجموعات قتاليه محترفه شغلتها اللي طبعا امريكا بتشن عليها وتقول لك دول خدوا الناس اللي في السجون اللي محكوم عليهم بالاعدام وقال لهم تعالوا حاربوا معانا، اذا حاربتوا سنه من غير ما تموتوا فانتوا براء. طب الامريكان عملوا برضه، انت فاكر ديرتي دازن الفيلم الشهير بتاعهم دول، كانوا في كوبري معين اثناء الحرب العالميه الثانيه خدوا 12 واحد محكوم عليهم بالاعدام، قال لهم روحوا دمروا الكوبري. لا دمرتوه، ده فيلم والحقيقه طلع. فالمهم ان المجموعه دي فاجنر مجموعه مقاتله محترفه، وبعدين ايه بقى؟ بتنفع في القتال في المدن. ايوه لان هي ده شغلها. تخش بقى كده ما بين الشوارع. هل فيها عناصر عربيه يا مجموعات عربيه؟ لان كان في كلام كتير عن نقل مقاتلين من شمال سوريا. من شمال سوريا والشيشان ومن هنا ومن هنا. بص ما دام حاجه يعني ده بيشنع وده بيشنع، انما جايز ليه لا؟ ما هو انت النهارده في شمال سوريا ناس كتير جدا معهمش فلوس بيروحوا يحاربوا هنا وهنا وهنا، النهارده في 20,000 مقاتل في ليبيا. وفي شيشان. فطبعا لكن هي المجموعه عامله شغل كويس قوي على مستوى حرب المدن. مستوى حرب المدن وحرب العصابات والشوارع. لان الجيش بدباباته ما يقدرش يخش مدينه. واذا ابسط مثال قلنا اهو حايل 40 في السويس تخش الست دبابات من واقفه ما دخلوش. لكن عشان كده فاجنر اشتغل في 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 بخمت، وغالبا يمكن تسقط الاسبوع اللي جاي. هل ده معناه ببساطه ان الجيش الروسي بدا يستخدم تكتيكات جديدة في سياق انه داخل على المدن؟ برافو عليك. واحنا كان عندنا من اسبوع كده احد المراكز الاستراتيجية الغربية مالهاش دعوة بالجيش يعني كنا بنتناقش مع بعض يعني بنتكلم، هم بيحبوا يتناقشوا، واحنا عندنا خبرة كويسة على فكرة حمدي، احنا شطار يعني. لا وكمان انت كمان يعني خبرتك الشرقية كبيرة يعني والغربية، ما انا درست هنا وهنا فدي اقدر تقارن. يعني من احد عيوب القوات الروسيه في هذه الحرب ان القوات الخاصه بتاعتها كانت ضعيفه. ايوه يعني العيب الاولاني انها ما اشتغلوش المسيرات وما طوروهاش، الثانيه القوات الخاصه، الثالثه المظلات. انا فوجئت ما شفناش ولا عمليه ابرار خلف الخطوط وينزلها وتبدا تحصر العدو، ما سمعناش. فدي المهم يعني فالقوات فاجنر بيعوضوا نقص كبير في القوات الخاصه. نخش المرة التانية بقى، انت من شوية قلت لي بقى فعلا الدعم العسكري ليه؟ ايوه لان يعني اي حد مواطن في الشارع بيقول لك روسيا بتحارب امريكا. ده حقيقي. لا مش امريكا بس، ده الباقي كله. لا يعني طبعا. فهنشوف اول حاجة امريكا ادت ايه روسيا. بص على الناحية اليمين امريكا ادت ايه لاوكرانيا؟ لاوكرانيا اسف. على الناحية اليمين اول ستينجر والجافلين، ودي
3 كيلو 5 كيلو ضد الطائرات والدبابات، فكانت معركه دفاعيه، اسلحه دفاعيه عشان العمليه تطول. خلي بالك برضو هو ده الهدف الاستراتيجي بالظبط. وراحت مديهم الهيمرس اهو 80 كيلو بس، روز امريكا قالت له اوعى تضرب عمق روسيا. الاسبوع اللي فات او من اسبوعين تغير موقف جديد في الحرب، وهو امداد اوكرانيا بالدبابات. بالدبابات معناها انت اديتك سلاح هجومي، فاهمني؟ فراحت امريكا اديته الام 1 اي 1 برامز، ودي احدث دبابه في العالم، بنسميها مين باتل تانك، دبابه قتال رئيسيه. وبالزحمه كده نقول للمصريين احنا 95% من دباباتنا في القوات المسلحه المصريه الام 1 اي 1، والباقي الام 60 امريكاني. احنا خلاص الروس ما عندناش بنستخدم دبابات روسي اللي حاربنا فيها في 73، كل دباباتنا الحمد لله النهارده امريكاني الحمد لله طبعا. الجيش المصري اصبح من الجيش الحديث. ولكن ايه بقى؟